لو الحكاية فيها إن فيديو حسن عمر أبو الغيب. الموسم السنة دي مش زي كل سنة. إيه الاختلاف اللي حصل ما بينهم؟ سبب الكورونا برضه. والذبيح قليل. يعني كله خايف يذبح. خايفين من الكورونا. طب اللي هيذبح دلوقتي هيذبح إزاي؟ يعني في ناس تقول لك اذبح عندك وهاتهولي في شرط في البيت عندنا وكده يعني. وحاليا الجيزة ممنوع الذبيح في الشارع. يعني في المحافظة بتاعت الجيزة بيقول لك ممنوع الذبيح في الشارع. فهي الوقت حيرة عندنا. مش عارفين نعمل ايه. يعني هنذبح في الشارع، هنذبح في البيوت عند الناس مش راضية. انت شايف ان الموسم ده زي الموسم اللي فات؟ لا غير اللي فات. اختلف منه ايه بقى؟ زباين ولا بيع وشراء ولا اسعار؟ لا. اسعار ثابتة ما فيهاش حاجة. زباين هي الفلوس الا شوية. لان في كان 4 أشهر. أجازة مش كده برضو كان في فترة طويلة أيوة فدي مقصرة شوية أثرت على كله صح؟ طبعا تمام. بالنسبة للدخل هتبقى في مزرعة يعني ولا؟ عندنا في مزرعة نذبح فيها ونظبط الشغل ونبعته بقى. اللي عايز يذبح في المزرعة هنذبح، اللي عايز يذبح في البيت عنده هنذبح. أسعار اللحمة بتبتدي عندك من كام يعني؟ عندي لحمة ملبسة ب90، عندي كندوز 140، عندي ضاني رقبة ب120، عندي دوش ضاني أحج لك في دوش ضاني برضه ب50، ضاني ب140 كده يعني.